العالي مرفوع الهامة، انت اردني اهل الكرامة، راسك بالعالي مرفوع الهامة، انت اردني اهل الكرامة، من عطر الغافي بحضن الريحانة، من فوح السود. حياتي قصص، وفي القصص عبرات، وفي رحلتنا لليوم وقفة، وفي أحد الوقفات سوف نتحدث مع ضيفنا لليوم مدير الأعمال أو رجل الأعمال المعروف المهندس علي جمال. مهندس حسن علي الجمل ضيفنا بهالحلقة، ونحن بنتشرف انه يكون معنا ضيف مميز مثل حضرتك، صاحب مجموعة شركات القيصر المحدودة. قديش نحن حابين انه نوصل للمشاهد مجموعة من التجارب، خلاصة من الافكار والمسيرة بحياتك، نجحت فيها، خطوات انت مرقت فيها، تعثرت فيها ورجعت وقفت من جديد، ولحتى وصلت لهالمرحلة هي، واكيد بمجموعة من الشركات المميزة يلي لها مكانتها في سوق دولة الامارات العربية المتحدة، بالاضافة انك تعتبر احد اهم رجال الاعمال الاردنيين. برحب فيك، وبداية خبرنا اكثر عن مسيرتك من الانطلاقة من الاستوديو المكان هون عندك كمان بمكتبك، في مجموعة من الصور، في شغلات حابين نسلط الضوء عليها بتخبرنا عنها، واكيد نحن كلنا اذان صاغية لك. اهلا وسهلا فيكم، واهلا وسهلا في قناة الجوسات. 2003 قررت انه ابني شركة وابني حالي من حالي، واجهتني عدة عوائق، منها العوائق المادية، لكن الحمد لله قدرت اتجاوزها، الحمد لله رب العالمين، ومنها تطورت. بدأت بتجارة معدات تسلية وترفيه مثل طاولات البلياردو والسنوكر، ومنها طورت حالي، طلعت موضة بالفترة اللي أنا بدأت فيها اللي هي موضة السنترز أو المولات. كان بقسم المولات اللي هي القسم الترفيهي اللي هو تخصصي، صار بعدين تخصصي القسم الترفيهي. كنا ناخذ مول الكيدز كورت او الكيدز اريا، ناخذها كامل تسليم كامل. جزئيه صدقا جزئيه الاطفال، انا لاني بعشق الاطفال وبحب الاطفال كثير، فابدعت جدا صدقا، يعني ابدعت اكثر ما هو دراستي وتخصصي. يعني حبك للأطفال هو اللي دفعك إنك تتجه لقطاع صناعة لألعاب الأطفال أو نعم. لمناطق للترفيه. نعم، تخصصنا بالألعاب الترفيهية اللي هي الألعاب الإلكترونية الخاصة بمراكز التسوق، ومنها تفرعنا لتجهيز مدن الملاهي الضخمة. بنجهز مدن ملاهي ضخمة مثل مثلا عملنا المهرجان عجمان، احنا سويناه برضو. تمام، سوينا مدن ملاهي ضخمة في العراق وفي السعودية، يعني انترناشنال. نعم الإمارات. نعم، هي مراحل تطور لفكرة بسيطة كانت وتطورت معنا الحمد لله رب العالمين. واخر مرحلة التطور اللي هي أرضيات الملاعب الرياضية وأرضيات الأطفال بالذات. يعني بدي أرجع معك شوي بالحديث. تفضلي. بدي أعرف شو هي الشرارة اللي خلتك فعليا تقرر نقطة انتقالية من عملك كمهندس وكمدير مشاريع أو مسؤول بمشاريع لحتى تتجه إلى مشروعك الخاص وبناء شركتك الخاصة وتنتقل إلى هذا العالم؟ لازم يكون نعم. يمكن أنه في لحظة أو نقطة تحول. نعم نعم، هي نقطة تحول. الواحد يعني كان عنده أساس، يعني كان عندي أساس، طاقة، شاب متخرج جديد، طاقة،
عندي طاقة. ما كان هذيك المادة القوية، لكن كان في دعم، في ناس وراء الكواليس كانوا يدعموني نفسيا. يعني منهم أول شخص هو الوالد، لأنه الوالد هو أصلا تاجر، عرفتي؟ يعني كانوا يدعموني، نعم كانوا يدعموني نفسيا، وكانوا يدعموني يعني بأفكارهم وبطموحاتهم. الوالد بدأ من الزيرو برضو، يعني نفس الموضوع. فكانت قصة نجاح الوالد هي قدام عيني. وجدت صعوبات أو لقيت دعم من المحيط؟ هلأ نحن عرفنا أن والدك هو كان له دور كتير مؤثر لإلك، نعم، من ناحية تبر شخصيتك، من ناحية أيضا أفكارك المستقبلية، ولكن المحيط اللي أنت موجود فيه داخل دولة الإمارات، نعم، شو هي الأمور يلي قدمت لإلك كتسهيلات لدعم هالأفكار اللي ممكن أنها تنفع المجتمع؟ نعم، صدقا احنا يعني لقينا في دولة الإمارات العربية المتحدة شاكرين لها ولشيوخها ولكل الناس اللي بقوموا عليها ولكل الجنود المجهولة اللي بيسووا بيعطونا الأمن والأمان في هاي الدولة. صدقا لقيت فيها التربة الخصبة لانطلاقتي لجميع أنحاء العالم، لأنه الإمارات هي النقطة الرئيسية في للتجارة العالمية في الشرق الأوسط. يعني أنا بحثت عن دول أخرى، لقيت إنه الإمارات هي أساس للانطلاق لجميع العالم. بمعنى إنه إحنا مثلاً منشارك بمعارض كثير، منها مثلاً منها معرض البيج فايف اللي هو راح يصير في بشهر سبتمبر، من 26 ل 29 سبتمبر، عفواً بشهر ديسمبر، من 26 ل 29 ديسمبر. صدقاً المعرض هذاك ما في جنسية في العالم غير بتدخل عندي على الستاند تبعي وبتقول لي انه احنا اجينا من الـ من الـ من الـ من البلد الفلاني. فبتلاقي عندك انطلاقة لجميع انحاء العالم، هي اساس دبي هي اساس الانطلاقة لجميع انحاء العالم. ولقيت صدقا التربة الخصبة لاستثمار وقتي، جهدي، شبابي وفلوسي، صدقا فجهود طيبة وجهود جبارة للإمارات وللشعب الإماراتي وللشيوخ، الله يخلي لنا إياه. في عقبات كثيرة، مثلا طبعا المبالغ الضخمة للمكاين، المصنع وتكاليفه، العمال وتكاليفه، من رواتب، يعني هاي كلها حطيناها بدراسة جدوى، تمام. وظل عندنا التصريف احنا ضل عندنا موضوع التصريف، هاي العقبة الرئيسية اللي كانت عندي، موضوع التصريف. لكن الحمد لله زي ما قلت لك، من خلال المعارض العالمية والمعارض الدولية اللي بتصير في الإمارات وتحديدا في إمارة دبي، مركز التجارة العالمي، سهلت علي موضوع التسويق بشكل رهيب جدا، لدرجة اني وصلت افريقيا، عمالي بقى انا بصدر على افريقيا الارضيات هاي. من يعني كمان مش بصدر، كمان عندنا وكلاء في افريقيا باخذوا منا كميات هائله يعني من الارضيات هاي. وهي فكره بدات بتحدي، هي فكره بدات بتحدي فقط لا غير، وفعلا الحمد لله كنا قد التحدي. شو بتوصف شخصيتك مهندس علي بكلمات موجزه اذا في بامكانك توصفها بثلاث كلمات؟ والله انا بوصفها اني انا عنيد للنجاح فقط لا غير، انا عنيد للنجاح وعنيد على الفكره الجديده اني اطبقها واطورها فقط لا غير. رساله بتحب انك توجهها للمشاهدين، خصوصي للناس يلي بيفكروا انهم يفوتوا بمشاريع او ممكن انه يتعرضوا لاي مشاكل حياتيه، شو بتحب انك تقدم خلاصه لهم؟ خلاصه بعطيهم خلاصه خبرتي انا، انه يعني لا حياه مع الياس ولا ياس مع الحياه. فانت اذا عندك فكره طبقها وبتمشي، إذا عندك فكرة جديدة طبقها وكون مقتنع فيها وادخل تحدي فيها بتمشي. وشكرا جزيلا. بدنا نشكرك كثير مهندس علي. العفو. العفو. واكيد كانت يعني كان حوار جدا شيق. الله يخليك. معك، واكيد بنتمنى لك النجاح، وان شاء الله الكل يكون اخذ من هالكلمات اللي نحن هيك اخذناها معك باطراف الحديث، يمكن تتجاوز 12 دقيقه، يمكن 10 دقائق، يمكن يكونوا اخذوا خبره.
نحاول قدر الإمكان نوصلها لكثير من الناس اللي هلأ عم بيشاهدوك. شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا لكم لقناتكم الرائعة وشكرا لك شخصيا. شكرا. ابقوا معنا في هذه المحطة وسوف نستفيد الكثير من هذه اللقاء. المدير التنفيذي ملهم الحويشان رح يكون معنا في هذا اللقاء ورح يخبرنا أكثر عن شركة القيصر وأكيد عن سلسلة النجاحات الموجودة فيها. بقول لك أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. بتخبرني أكثر الأستاذ ملهم عن مجموعة الشركات اللي أنتوا عندكم إياها وبشو بتتميزوا، وأيضا إذا بتخبرني أكثر عن الجوائز يلي أنتوا حصلتوا عليها. أهلا وسهلا أول شيء فيكم. هلا نحن بنتميز اول شيء بانه نحن بنحاول نواكب التطور بشكل دائم، يعني بنحاول نشوف شغلات اللي فيها ابتكار بشكل دائم بخصوص الالعاب، المواصفات، الجوده، وبنحاول دائما بنكون متميزين عن الشركات الثانيه انه احنا بنحاول نقدم خدمات افضل للزبون عشان انه يكون بافضل المواصفات والمقاييس. هلا بخصوص الجوائز، الحمد لله احنا عندنا الجوائز كامله تقريبا. بخصوص الشهادات عندنا شهاده الايزو للجوده، عندنا شهاده الايابا بخصوص السيفتي، لانه طبعا احنا بنهتم للسيفتي للطفل، لازم يكون على اعلى المقاييس. يعني انتم متخصصين للاطفال بالدرجه الاولى. هلا نحن مو بس للاطفال، نحن اول شيء طبعا بنهتم بالطفل لانه اساس الشركه كان هو اهتمام بالطفل والابتكار، بس في عندنا كمان اتجهنا باخر سنتين اتجهنا بخصوص ارضيات الملاعب، فتحنا فروع، فتحنا مصنع بالمنطقة هون منطقة عجمان خاص بتصنيع أرضيات الملاعب، كمان بتعتمد على الجودة العالية بالمنطقة هون. واللي ميزنا أنه الحمد لله بدأنا بالترويج لخارج دولة الإمارات، وبدأنا بالخليج ودول تانية. الحمد لله. الحمد لله. الله يعطيكم العافية وإن شاء الله يا ربي على طول بالتوفيق. أهلا وسهلا. شكرا كثير لك.